الحزن والهم والغم من الشيطان، وثانيا لا تحكم على ربك، فليس هناك أكرم من الله جل جلاله، وهو أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك. فأنت إذا عشت مع الطاعة وأنت تحسن الظن بالله وتأخذ بوصية الله أن الحزن من الشيطان، ولا تلتفت إلى هذه الأحزان ولا تلتفت إلى هذه الأشجان، سرعان ما يذهب عنك كيد الشيطان. لكن إذا أصبحت تستسلم وأنت الذي تحكم على نفسك أنك مهموم وأنك مغموم، كم من عبد يصبح في عافية في بدنه، آمنا في سربه، معافا في بدنه، ومع ذلك يقول أنا مهموم، أنا مغموم، أنا محزون، أنا مكروب، أنا كذا، لأنه أشعر نفسه بذلك. ولا يهلك على الله إلا هالك. وصاك الله من فوق سبع سماوات بألا تحزن، كما وصى نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين أن الشيطان هو الذي يوقع أسباب الحزن، فقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذا لا تلتفت إلى شيء اسمه الحزن، من أي شيء تحزن؟ أتحزن على أمر يتعلق بدينك فالله يجبر كسر الدين، وإن كنت تحزن على شيء من الدنيا من فراق أب أو أم أو عزيز أو مال أو ولد، ففي الله خلف من كل فائت، ولن تجد عبد الله المؤمن الصادق يصيبه حزن ما دام قلبه مملوءا بالله جل جلاله. من أي شيء تحزن؟ من كان لله جل جلاله وفرغ قلبه لله عمر الله قلبه ثقة به سبحانه. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعاطى أسباب الحزن، ومن فإنه إن فعل ذلك أعان الشيطان على نفسه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن، وقال لأبي أمامة رضي الله عنه حينما دخل ورآه جالسا في المسجد، فقال يا أبا أمامة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان أرأف بالناس من آبائهم وأمهاتهم. رأى هذا الصحابي جالسا في المسجد في ساعة غير ساعة الصلاة، وانظر إلى هذا النبي الكريم الذي شرفه الله وكرمه وجعله خاتم النبيين، ومع ذلك يتفقد أصحابه. قال يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في هذه الساعة؟ فقال يا رسول الله، هموم غلبتني وديون ركبتني. فقال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. انظر كيف قرن الحزن مع العجز والكسل، أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلتهن، فنعم القائل ونعم ما قال. هؤلاء الصحابة الذين إذا سمعوا شيئا في كتاب الله اعتقدوه ونطقوا به، ولكن بقلوب مؤمنة عامرة بالإيمان. ما قال والله ديني كثير كيف يقضى، هذه الكلمات تقضي ديني؟ أنا علي ملايين تقضي هذه الكلمات؟ نعم والله، لو كانت عليك الدنيا وأضعافها لقضاها ربك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها ستقضى. يقول أنا مهموم محزون، هذه الكلمات تذهب الحزن؟ نعم، حينما تؤمن، حينما تسلم، لا عندما تعجز وتستسلم. الخلل ليس في هذا، الخلل أن عندك أذكار الصباح والمساء وأنت تسأل الله أن يعيذك من الحزن.
وتسأل الله أن يذهب عنك الحزن، أعوذ بك من العجز والكسل والجبن، أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من الحزن، لكن حينما تستعيذ بقلب ليس كما تستعيذ بلسان، حينما تستعيذ وقلبك يعي أن هذه الكلمات من الوحي الذي لا ينطق عن الهوى، وأنها من رب العالمين، وأنه لا أوفى من الله بوعده وعهده، حينما تقولها تعرف كيف تقضى عنك. وأعرف رجلا ذات مرة أصابه حزن الدين، وقلت له هذا الحديث، وجاءني بعد فترة وجيزة وكانت عليه ملايين، ويقول والله حينما قلت لي كنت استغفر الله، قال تسلط عليه الشيطان، كيف الملايين هذه تقضى بهذه الكلمات، نفس الذي كنا فيه. قال فتح الله علي بالفرج من حيث لا أحتسب، لكني حينما جاء قال كيف تقضى الملايين، قال قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يبعث رسوله عليه الصلاة والسلام ليقول لنا هذا الكلام، والله لا يخلف الوعد أبدا، سأقوله ولزمها. يقول فيما يذكر 3 أيام كانت عليه ملايين، 3 أيام مدة وجيزة، بعض الناس يمكن ما يمر عليه يوم واحد، لكن التصديق والإيمان. وقد يؤخرها الله لشهور لحكمة، وقد يؤخرها الله لسنوات، فلا يقضى عنك الدين لسنوات، لكي تلقى ربك بدرجات وأجور وحسنات، لأنه سبحانه رحيم بالمؤمن، فلا يصيبه هم ولا غم ولا حزن إلا آجره سبحانه وتعالى. فأنت تؤمن إيمانا كاملا أن الحزن سيذهب، سيذهب. كذلك أيضا أوصيك أخي أن تقول أن العيب في النفس، في بعض الأحيان قد يبتلى الإنسان ببلاء بسبب مظلمة، فيكون ظالما لزوجته، أو ظالما لأولاده، أو ظالما لجار من جيرانه، أو ظلم موظفا معه فكذب عليه أو وشى فيه بالكذب والزور، فلم يتق الله في إخوانه المسلمين فيبتلى ببلاء من الله، وقد تصيبه دعوة مظلوم. فأنت تفقد نفسك في حقوق الله، وتفقد نفسك في حقوق العباد. فإذا وجدت شيئا يلزمك مثل هذا فتفقد، فإن الله سيلهمك. وأذكر ذات مرة أنني كان الوالد رحمه الله، وهذا نقوله من باب العظة والعبرة، فوض لي أمرا في المزرعة، فابتليت بداء في بطني وعجبت، وكنا في فترة طلب العلم، ما عندي تجارة، ما عندي أموال، وأعرف نفسي من فضل الله سبحانه وتعالى، فتعجبت من داء أصابني في الجوف. وكان خيار الأطباء في المدينة صديقا للوالد رحمه الله، قال ما عرفت علاج لمحمد، ومكثت على هذا مدة، فصليت وسألت الله عز وجل أن يرفع عني ما بي، وكان في نفسي إن كان في شيء يدلني عليه، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إني في يوم من أيام رمضان كان درس الوالد بعد الظهر، فخرجت إلى المزرعة، وفي المزرعة بهائم، يعني من فضل الله موجود العلف وموجود فأصلحه الله العامل، كان لا يعطي البهائم من البرسيم أو القت، كان يأخذ الأوراق الموجودة، أوراق قياس الإسمنت ونحوها، لأنه يتكاسل فيرميها للبهائم وتأكل هذه الأوراق. فجئت والله يشهد وإني في حرم رسوله، جئت شيء عجيب، خرجت فذهبت كأني أتصفح وأنظر ماذا في المزرعة، كأني أقاد إلى حظيرة البهائم وأقف عليها، فوالله ما وقفت عليها إلا وهي تتناوشني بالصياح، فنظرت فإذا بالورق مرمي بينها، فناديت العامل، وكان في شدة الظهر في رمضان، وغضبت غضبا شديدا لكن لحق من حقوق الله، فأمرت أن يأخذ من البرسيم الموجود، المزرعة موجودة فيها خير، لكن لأن هذه رعية استرعاني الله إياها، وأمانة حملتها، وأقسم بالله العظيم كل يوم ويذهب عني الداء تدريجيا حتى ذهب عني من فضل الله.
وهذا يقولها العبرة، لا يظلم الله الناس، وإذا صدقت مع الله أن يدلك ويلهمك ويرشدك إلى سبب البلاء ستدل وترشد، لأن إن يصدق الله يصدق. فإذا وجدت أن هناك داء، هناك أمر يقلقك، فابحث عن جيرانك، ابحث عن إخوانك، ابحث عن من تعاملهم، فقد يكون هناك عبدا ظلمته أو منعته حقا من حقوقه، فإذا صدقت مع الله صدق الله معك. وأما إذا كان بذلت هذه الأسباب ووجدت أن هذا يتسلط عليك فإنه من الشيطان، وعليك أن تستديم ذكر الله عز وجل وتحافظ على أذكار الصباح والمساء. وإذا قلت الأذكار ينفعك الله بهن إذا قلتها بقلب وتدبرتها وتأملتها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يذهب عنا الهم والحزن، أن يربط على قلوبنا بما ربط به على قلوب الصابرين الموقنين من أوليائه المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.